مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ما وراء الحدث، نخصصها اليوم لمناقشة الخلفية السياسية للتحامل البرلمان الأوروبي على المغرب. يسرنا كثيرا أن يكون معنا من وجدة الدكتور بن يونس المرزوقي، وهو أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الأول بوجدة. أهلا وسهلا بك دكتور معنا. كما يسعدنا أن يكون معنا من الرباط الدكتور عصام العروسي، وهو أستاذ العلاقات الدولية وتسوية النزاعات. أهلا وسهلا بك دكتور معنا. كما يسرنا أن يكون معنا من الجديدة الدكتور عادل فرج، وهو مدير المرصد الدولي للدراسات والبحوث الجيوسياسية والجيوستراتيجية. دكتور أهلا وسهلا بك معنا. أبدأ معكم دكتور بن يونس، مساء الخير، هل تسمعني؟ أسمعه جيدا جيدا. أهلا وسهلا بك دكتور معنا. أريد أن أسألك أولا، كيف تبدو لك الردود المغربية حتى الآن على توصيات البرلمان الأوروبي؟ المواقف الحقيقة المتتالية التي يعني تبناها البرلمان الأوروبي جعلت من أن ردود الفعل لا يمكن أن تكون إلا من نفس الحدة، لأن الأمر يتعلق بخروج عن مبادئ المعروفة في العلاقات الدولية، موجودة في ميثاق الأمم المتحدة، تتعلق بالاحترام المتبادل وبمبدأ المساواة في السيادة. لذلك الموقف البرلمان الأوروبي جعل من أن المواقف مختلف الأطراف والأطياف في المغرب كانت بنفس الدرجة ومن نفس الحدة. يتعلق الأمر أساسا، أركز على جهتين رئيسيتين. أركز أولا على المجلس أعلى السلطة القضائية، باعتبار أن الأمر يتعلق يعني أساسا بالسلطة القضائية التي أصبحت بالنسبة لنا في المغرب سلطة مستقلة ولا دخل لها مع السلطة التشريعية. ثم بما أن الأمر يتعلق ببرلمان يمثل هو هيئة تشريعية البرلمان الأوروبي، فطبيعي جدا أن البرلمان المغربي بمجلسيه لا بد من أن يتخذ المواقف اللازمة. ومن بين هذه المواقف أعتقد بأن ما تتم الإشارة إليه من ضرورة إعادة تقييم العلاقات ما بين الأجهزة التشريعية يعني البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي وبعض البرلمانات حتى لدول أخرى داخل القارة الأوروبية، ينبغي أن نسير فيه بخطى ثابتة وأن نعمل جاهدين على أن نبين أن نبرز على أن المغرب سائر في طريقه الصحيح، وبالتالي يصعب أن يحيد عن النهج الذي اعتمده، نهج ترسيخ دولة القانون، نهج ترسيخ الديمقراطية، نهج ضمان كل ما يتعلق بالحقوق والحريات الأساسية. بل الأكثر من هذا، المغرب يعني رسخ في دستوره العديد من المبادئ القضائية التي أصبحنا يعني الآن متجاوز الحديث عنها، مثل مثلا قرينة البراءة أو المحاكمة العادلة التي قطع المغرب أشواطا كثيرة، بل أن تجربته في مجال حقوق الإنسان عن طريق هيئة الإنصاف والمصالحة تعد نموذج يحتذى به. لذلك أعتقد بأن البرلمان الأوروبي يعني جانب الصواب من خلال ذلك الموقف الذي يعني أبان فيه عن موقف سياسي واضح تجاه دولة صاعدة أصبح بل أكاد أقول دولة منافسة، خاصة على مستوى مستقبل الاقتصاد العالمي الذي هو القارة الإفريقية. دكتور العروسي أهلا بك معنا. تابعنا البارحة باهتمام ما جاء على لسان المشاركين في الملتقى واليوم الدراسي الذي نظمه البرلمان أمس. كيف يمكن دكتور أن نفعل ما جاء على لسان المشاركين؟ كيف يمكن أن يكون ناجعا وردا مناسبا على التوصيات التي أقرها البرلمان الأوروبي؟ حقيقة أن ما قام به البرلمان الأوروبي
لا يمكن إلا أن يكون خارج السياق، خارج النص، خارج قواعد القانون الدولي والقوانين الدستورية، وكذلك أيضا تجاوز حقيقي للعمل المؤسساتي الذي يفرض أنه يقوم به البرلمان الأوروبي، الذي ربما ما يعاد إليه هو العمل التشريعي داخل المؤسسات الأوروبية وليس غيرها. كونه يتبنى مواقف متطرفة ويتبنى أيضا مواقف غير رسمية على لسان بعض البرلمانيين المشوشين داخل البرلمان الأوروبي، ويفرض بداية توصية تدين وضعية حقوق الإنسان والحريات العامة، وأيضا يدين القضاء المغربي في متابعات أو في قضايا تتعلق بالشأن، كما نقول تتعلق ب قضايا يعني الجنائية عادية يكون فيها المتابعة مفروضة من قبل أجهزة قضائية نزيهة، وأيضا يتجاوز مفهوم يعني العدالة الانتقالية الذي آمن به المغرب، وأيضا مجموعة من المفاهيم الأساسية التي يدافع عليها المغرب، من بينها استقلالية القضاء والتي رسخها المغرب في تجربة رائدة، وهي هيئة الإنصاف والمصالحة. أظن أن ما المواقف المتعددة والمتناسلة من قبل يعني الفاعلين المغاربة، إن كان الأمر على المستوى الرسمي، وهو بطبيعة الحال لا أظن أن الدبلوماسية المغربية سوف تقصر في هذا الباب، بل أكثر من هذا أنها كانت أكثر إيلاما للأوروبيين من خلال الأدوار الجيدة والأدوار الرائدة للمغرب على المستوى العلاقات المتعددة الأطراف، على مستوى العلاقات الثنائية، وعلى مستوى أيضا النجاعة فيما يتعلق بفهم الجيد للمغرب على مستوى دراسات المناطقية. فالمغرب أصبح رائدا في القارة الإفريقية، وأصبح يؤمن بمفهوم التنمية، وطبعا شركاء كثيرين ينضمون إلى هذه المقاربة التي اختارها المغرب، والتي ينتصر فيها لقضاياه الوطنية، وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية. إذن موقف البرلمان المغربي من المراجعة، كما سمعنا يجب مراجعة الموقف من البرلمان الأوروبي، يجب أن نفهم حقيقة كيف يمكن لهذا البرلمان الأوروبي، والذي بطبيعة الحال يعتبر هيئة من هياكل أو هيكل من هياكل وبنيات الاتحاد الأوروبي، أن يعبر عن مواقف مناوئة للوحدة الترابية. ورأينا كيف أن البرلمان الأوروبي والعدد عدد 112 من التساؤلات التي كانت دائما يعني تدين أو يعني تحاول محاصرة المغرب في هذا الباب، باب مجال الحقوق ومجال الحريات العامة، وكذلك 18 يعني 18 مرة يحاول البرلمان الأوروبي تعديل القرارات المتعلقة بالمغرب، وأهمها ما يتعلق بالتقرير الذي يتعلق بالسياسة الخارجية والأمنية المشتركة لسنة 2022. إذن كل هذه التجاوزات تجعل البرلمان المغربي وأطراف أخرى أيضا على المستوى الرسمي وحتى على المستوى الدبلوماسي الخط الثاني والثالث والدبلوماسية الشعبية، وكذلك أطراف مدنية والمجتمع المدني والأحزاب والنقابات إلى آخره، يجب أن تتخذ مواقف معينة، ويجب أن نستفسر أيضا الاتحاد الأوروبي كيف يمكن أن تحصل كل هذه التجاوزات، ولفائدة من؟ من يلعب تحت الطاولة حتى يقلب كل انتصارات المغرب، وحتى يشوش على سمعة المغرب، ونحن نعلم حقيقة أن وضعية حقوق الإنسان في العديد من الدول يعني المجاورة يعني تتجاوز بكثير يعني ما قد يقع فيه المغرب من أخطاء، بعض الأخطاء البسيطة على المستوى القضائي. إذا هذا الاستهداف هو استهداف ممنهج، الاستمرار أيضا طيب في استقبال يعني الانفصاليين داخل البرلمان الأوروبي، يجب أرجع إلى نقطة أساسية، ويجب على الاتحاد الأوروبي أن يفهم المغرب ما هو دور البرلمان الأوروبي، ولماذا البرلمان الأوروبي بالذات هو مجال أو مختبر لتسريب الأزمات ولمحاولة ضرب يعني مصداقية المغرب. يجب فهم هذه المسألة، يجب أجراءات كل هذه المواقف من خلال محاولة فهم الموقف من الاتحاد الأوروبي، ومن خلال أيضا طيب محاولة واضح الضغط تمام. على الاتحاد الأوروبي لـ 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 يعني لاستصدار
يعني مواقف واضحة في هذا الباب. دكتور فرج، أهلا بك. هناك من يعتقد بأن هذا القرار هو غير ملزم وبالتالي لا يجب أن نعطيه أكثر من حجمه، هل أنت مع هذا الرأي أم ترى أن الردود إلى الآن ليست كافية ويجب أن نزيد الكثير من الردود كذلك لكي يكون الموقف واضحا تماما؟ أولا شكرا أستاذ على الاستضافة، مرحبا بالأساتذة الكرام. أولا أود توضيح نقطة، لماذا هذه التوصية؟ أولا موقع المغرب أصبح يزعج مجموعة من الفاعلين خلال القارة العجوز، على اعتبار أن المغرب يربح الآن مكانة اقتصادية داخل إفريقيا، قام بتنويع تحالفاته السياسية، هناك شركاء جدد، حاول ربط قوى أو ربط على عربية مع قوى فاعلة الآن في ظل منظومة دولية لحد الآن تتشكل. إذن ما الهدف من هذه التوصية؟ أظن أنه لو حاولنا قراءة التوصية بشكل مخالف، من أصدر هذه التوصية أو من كان وراء هذه التوصية كان يعتقد أن الدفاع عن الوحدة الترابية أو الدفاع أو قيادة المسألة الدبلوماسية والتحركات الدبلوماسية تقتصر فقط على السلطة التنفيذية، أي بمعنى أراد خلق نوع من الشرخ ما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، في حين أنه مباشرة بعد صدور هذه التوصية نلاحظ أنه هناك استراتيجية واضحة تحمل أفكار واضحة لجميع الفاعلين المؤسساتيين داخل المغرب، سواء السلطة القضائية، سواء السلطة التشريعية، سواء السلطة التنفيذية في شخص وزير الخارجية السيد مطير بوريطة، وكذلك تأكيد على أن كل ما يتعلق بمسألة الوحدة الترابية هي مسألة تهم جميع الفاعلين، سواء فاعلين مؤسساتيين وأحسن ما فعل مجلس النواب هو أولا تعليق هذه الشراكة. ويجب أن نميز في هذه المناورات السياسية يجب أن نقوم كذلك بقراءة داخل البرلمان الأوروبي. لماذا؟ البرلمان الأوروبي الآن يعاني كما نعرف الدول الأوروبية تعاني مجموعة من المشاكل الاقتصادية، هناك وصول اليمين لبعض القيادة، وهناك اليمين الذي لم يصل، وهناك حركات يسارية. إذن هذا المنطق التي تعامل معه البرلمان الأوروبي وراءه تصفية حسابات سياسية على المستوى الوطني ما بين الدول، هذه نقطة أولى. النقطة الثانية يجب الاحتياط كذلك، هناك إمكانية توزيع الأدوار ما بين فاعلين تنفيذيين عجزوا عن تنفيذ مجموعة من الخطابات أو مجموعة من السياسات أو تحقيق أهداف معينة. إذن هذه الفردية الثانية، لكن يجب أن ننظر إلى ما قام به البرلمان الأوروبي حاليا. في السابق كان قبل البرلمان الأوروبي قبل اتخاذ هذه التوصيات التي لا تعتبر ملزمة للمغرب على اعتبار أن المغرب ليس دولة في الاتحاد الأوروبي، المغرب فعلا له وضعية متقدمة، هناك لجنة مشتركة ما بين مجلس النواب وما بين البرلمان الأوروبي، لماذا تم التغاضي عن دور هذه اللجنة المشتركة؟ ما يطلبه المغرب هو ما يشير إليه المغرب وما يجب الانتباه إليه أن المغرب يطالب أن تكون هناك علاقات مؤسساتية، أي ما بين البرلمان الأوروبي كمؤسسة وما بين السلطة التشريعية. نقطة أخرى أود إضافتها، أنه حينما نقوم بقراءة المرجعية القانونية التي اعتمدها شيئا ما البرلمان الأوروبي، أولا يجب انطلاق من ميثاق هيئة الأمم المتحدة، يجب احترام سيادة الدول بشكل متساوي ما بين جميع الدول، عدم التدخل في الشؤون الداخلية، على البرلمان الأوروبي أن يحترم قانونه الداخلي أولا، أن يحترم الاتفاقيات المتعلقة بحسن الجوار. هذه الاتفاقيات كانت تعمل بشكل مؤسساتي وليس بين أشخاص. أظن أنه الآن البرلمان الأوروبي يريد أن يجد له موقعا داخل الفضاء الدولي، على اعتبار أن الآن
العالم في صراع، من سيقود العالم؟ أظن أنه قرار متسرع شيئا ما، قرار لم يأخذ بعين الاعتبار التحولات الدولية، لم يأخذ بعين الاعتبار قوة التعاون الاقتصادي ما بين المغرب وما بين الاتحاد الأوروبي. التساؤل الذي يطرح الآن، هل وهنا أود تصدير نقطة تصدير ثلاث مرات، في مرحلة في وقت معين كانت هناك محكمة العدل الدولية، وكما تعلمين أستاذة فيما يتعلق باتفاقية الصيد البحري، فيما يتعلق بالتعاون في المجال الفلاحي، هذه محكمة العدل الدولية قامت بمحاصرة شيئا ما مصالح اقتصادية للاتحاد الأوروبي. التساؤل الذي يطرح الآن، هل الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي ليست لهم استراتيجية موحدة، أي ليس هناك تجانس ما بين هؤلاء الفاعلين؟ ما يظهر الآن هو البرلمان الأوروبي يعتقد بعض الفاعلين أنه تغيير الأدوار، تصدير الأزمة على اعتبار أن هناك ضغط مجتمعي داخل معظم الدول التي تنتمي الآن الموجودة الآن والممثلة داخل السلطة داخل البرلمان المغربي، لكن يجب الإشارة فعلا هذه التوصية غير ملزمة. بخصوص سؤالكم، طيب سأعود إليك لأنني يجب أن نتقاسم الوقت بعدل، أرجوك أستاذ عادل. طيب أعود إليك الأستاذ المرزوقي، عندما يقول البرلمان إنه يعيد النظر في تقييم علاقاته مع البرلمان الأوروبي، عمليا ماذا يعني هذا؟ أولا البرلمان المغربي لديه يعني علاقات شراكة مع الاتحاد الأوروبي، بل أن الاتحاد الأوروبي يعني البرلمان الأوروبي وهو يعني هو أيضا هيئة شرعية، يعني يدرك على أنه المغرب له وضع متقدم أولا تجاه القارة ككل، ولكن أيضا وأساسا هناك العديد من برامج الشراكة والتعاون التي تربطه مع هيئات شرعية، وبالتالي المفروض من أن البرلمان المغربي الآن عندما يفكر في إعادة النظر، فأشرت إلى ذلك باقتضاء في المداخلة الأولى، ولكن أقول أنه البرلمان المغربي عليه أن ينوع من ردود أفعاله من إعادة التقييم، ولعل أفضل وأركز على أفضل شيء يمكن أن نبدأ به يعني المنظومة التشريعية الوطنية هي أن تبتعد عن المنظومة التشريعية اللاتينية أو الجرمانية، وأن تتجه إلى منظومة أخرى تستلهم منها ما يصلح لبلادنا، مثل منظومة مثلا أنجلوساكسونية. هم يدركون على أنه البرلمان المغربي يشتغل تقريبا بنصوص تجد مصدرها بشكل أو في آخر في الأنظمة الأوروبية نتيجة تفشي وتوسع استعمال اللغة الفرنسية، هذا من ناحية أولى. من ناحية ثانية أن البرلمان المغربي لديه العديد من مجموعات صداقة مع برلمانات تقريبا كل دول العالم، أخص بالذكر منها يعني مجموعات صداقة التي ينبغي أن يعيد النظر في برامجها وكيف تتعامل مع برلمانات، سواء البرلمان الاتحاد الأوروبي البرلمان الأوروبي ككل، أو برلمانات الدول التي تسيء إلى المغرب سواء بصفة منفردة أو من خلال يعني أنشطتها داخل البرلمان الأوروبي. إذن إعادة النظر هي إعادة نظر أولا تشريعية، ثانيا دبلوماسية، يعني مؤسساتية، يعني مؤسساتية باعتبار أن الأمر يتعلق بشعاب وبمجموعة صداقة، ثم كما قلت ينبغي أن في الدبلوماسية البرلمانية أن نبرز على أنه المغرب من خلال هذا التحرك الذي ينبغي أن يقوم به البرلمان المغربي، وأنا هنا بين قوسين أعتقد بأنه يعني البرلمان الأوروبي قصد بشكل يعني مباشر يعني المؤسسة التشريعية الوطنية لسبب بسيط، لأنه من خلال ذلك يعني يحاول تفتيت وحدة الشعب المغربي، لأنه قضية الوطنية، قضية بصفة عامة الحريات العامة، التقدم الذي وقع على مستوى هذه المكتسبات الكثيرة جعلت من أنه الشعب المغربي الموحد حول القضايا الجوهرية، حول ما نسميه نحن في تقاليدنا، في دستورنا، في كلامنا بالثوابت، هذه الثوابت الجامعة، بما أن البرلمان يمثل
الأمة، إذن هناك قصد من أن الإشارة ليست للبرلمان لوحده ولكن من خلال للفئات التي يمثلها والتي هي الشعب المغربي. مما يجرني إلى القول في الختام على أن إعادة النظر ينبغي أن تكون يعني شاملة، وأن نعي جيدا بأن تحركات البرلمان المغربي من خلال فرقه ومجموعاته النيابية يجب أن تدعم بدبلوماسية حزبية لنفس الفرق ونفس الهيئات، لنرى ماذا يمكن أن نغير في علاقتنا ليس مع المؤسسات التشريعية فقط البرلمان الأوروبي، ولكن أيضا مع بعض البرلمانات الوطنية الأوروبية التي تسيء بشكل أو بآخر المغرب، والفرق والمجموعات النيابية والأحزاب السياسية الأوروبية التي تحرك هذه الملفات. طيب دكتور العروسي، هذه التوصيات غير الملزمة هل لها تأثير على الاتفاقيات المبرمة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي؟ هل يمكن أن تؤثر مستقبلا كذلك عليها؟ ما تقوم به هذه التوصيات حقيقة والتي هي غير ملزمة ولا تلزم المغرب في شيء، لأن المغرب من الناحية الجغرافية ومن الناحية القانونية والدستورية والاتفاقات الدولية والتشريعات الدولية لا يمكن لهذه التوصيات أن يعني تزحزح المواقف المغربية قيد أمولة، ولا يمكن لها أن تغير من قريب أو من بعيد في علاقة المغرب مع المحيط الدولي. ما تريد طيب عندما هذه التوصيات حقيقة؟ عفوا دكتور العروس، عندما تبرم المملكة المغربية اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، من يصادق عليها؟ في نهاية المطاف أظن الاتفاقيات التي توقع، هنا يجب أن نميز ما بين شقين أساسيين. الاتحاد الأوروبي، ونحن نعلم أن حتى في البرلمان الأوروبي ربما فشل البرلمان الأوروبي فشلا ذريعا في تمرير العديد من التشريعات الأوروبية، وأيضا على مستوى أيضا الوحدة الأوروبية، وعلى مستوى أيضا انتخاب يعني رؤساء اللجان، انتخاب أيضا رئيس أو رئيس البرلمان الأوروبي بشكل غير ديمقراطي بعد تصاعد اليمين المتطرف مما اعتبره العديد من الناخبين الأوروبيين أنه غير ديمقراطي وأنه لا يليق بالديمقراطيات الغربية العريقة. أعتقد أن هناك قانون الشراكة يتم المصادقة عليها من قبل الاتحاد الأوروبي، وهو المجلس الأوروبي وكذلك اللجنة الأوروبية بداية، وهي لجنة تقنية وسلطة تنفيذية، بعد ذلك مجلس أوروبا الذي يصادق على كل هذه الاتفاقيات، ويظل الجانب التشريعي الأوروبي يشتغل على المستوى الأوروبي فقط ولا يتدخل في هذه التشريعات ولا يصادق عليها، يصادق على التشريعات التي تهم الشأن الأوروبي، بينما الشراكات تظل داخل. هذا ما نفهمه من خلال علاقة الشراكة التي تربط المغرب ودول مغاربية بالاتحاد الأوروبي. وبالتالي فأظن أن هذه الآلية أو ما يعني البرلمان الأوروبي أصبح مجالا لتصريف الأزمات وبطبيعة الحال لعدم المواجهة. أعتقد أن الاتحاد الأوروبي، وفي تصريح معروف أن الاتحاد الأوروبي قال بعد أزمة التوصية أن المغرب يرتبط بالاتحاد الأوروبي بعلاقة يعني قوية ومتينة. إذن كيف يدعي الاتحاد الأوروبي هذا وفي نفس الوقت وكأنه يقول أن البرلمان الأوروبي ربما لا ينتمي للاتحاد الأوروبي؟ وهذا تناقض صارخ جدا يجب العمل على حله بشكل نهائي. ففي اعتقادي أن الاتحاد الأوروبي ربما، وهناك بطبيعة الحال نتحدث هنا عن ليس الدبلوماسية الرسمية، ولكن حينما يفشل الفاعل الرسمي في تحقيق العديد من الأهداف وفي بطبيعة الحال دفاع عن بعض المصالح، فهو يلجأ إلى التشويش، وهنا لا يتجاوز فعل التأثير على المحيط مجرد التشويش على سمعة المغرب لا غير، وحتى هذا الأمر ربما لم يتحقق بالنسبة للبرلمان الأوروبي. طيب دكتور فرج، أنت أثرت نقطة مهمة تتعلق بالتنسيق بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي، إلى أي مدى هناك تجانس بينها؟ وإن كان يجب أن نعيد النظر، فيجب أن يعاد النظر فيما بالضبط؟
أولا أستاذ، على ما يظهر أن هناك ليس هناك أي تجانس ما بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي، سواء على مستوى محكمة العدل الدولي، محكمة العدل الأوروبية، أو البرلمان الأوروبي، أو المجلس الأوروبي. التساؤل الذي يطرح الآن، هل هو فعلا عدم تجانس أم هو تقاسم للأضواء؟ بمعنى آخر أنه هناك فاعلين مؤسساتيين من داخل المؤسسات يستفيدون اقتصاديا وسياسيا في علاقتهم في المغرب، وبعض المواقف تصرف بطريقة غير مباشرة في الحالة التي يتم سواء تجاوز مصالحهم أو تهميش مصالحهم. أما فيما يتعلق بكيفية التعامل الآن، نحن أمام تحديات. البرلمان الأوروبي كما نعرف السياسة حسابات ومصالح. البرلمان المغربي وجه خطابا بيانا واضحا على أنه أن سمعة المغرب هي جميع المؤسسات مكلفة بالدفاع عنها، ولا يمكن بأي شكل من أشكال خلق شرخ داخل النسق السياسي المغربي. المغرب له مجموعة من الآليات للجواب على هذه التصرفات. هناك إمكانية الدخول في علاقات ثنائية ما بين الاتحاد الأوروبي، وبالتالي سيصبح علاقات ثنائية ما بين الأطراف المتواجدة في مجلس في البرلمان الأوروبي. للأسف لو كان هناك الدفاع شيئا ما دبلوماسي بأقصى ما يمكن، لرأينا أن المجلس النواب اتجه نحو الدوما الروسي لتوقيع بعض اتفاقيات شراكة أو تعاون، وهو بالتالي خطاب غير مباشر للبرلمان الأوروبي. لكن أظن أن المغرب الآن لديه محاور اقتصادية متعددة مع قوى اقتصادية متعددة. الدبلوماسية المغربية رزينة، هناك لا تطلب المستحيل، هناك ندية، هناك احترام. يجب أن يفهم البرلمان الأوروبي أن المغرب ليست حديقة خلفية بثقافة المستعمر. المغرب تطور اقتصاديا، تطور سياسيا، يطالب بنوع من التوازن في العلاقات الاقتصادية وفي العلاقات السياسية. ما يقوم به البرلمان الأوروبي الآن هو يعبر كيف يمكن في وقت من الأوقات كان البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي بجميع مؤسساته يلعب نوعا ما دور الوسيط، دور الفاعل الاستراتيجي ما بين مختلف القوى الدولية. خروج بريطانيا، أزمة ألمانيا، ضغط الشارع على الفاعلين مؤسساتيا أصبح يعطي نوع من الارتباك داخل العمل البرلماني. وكما نعرف أن السياسة الخارجية هي علاقات ما بين الدول، أي تأخذ طابعا مؤسساتيا وليست ذات طابع مزاجي. بمعنى آخر أنه الآن الدبلوماسية المغربية لحد الآن رزينة. ما أود التأكيد عليه هو أولا تأكيد على الاتفاقيات وعلى التعاون الثنائي، عدم غلق المحاور مع الدول القوية اقتصاديا، لأنه تراجع من المحتمل أن التأثير أن يشمل البرلمان الأوروبي، محكمة العدل الأوروبية، ويصل إلى مرحلة الاتحاد الأوروبي. إذا أخذنا بمقاربة أن الاتحاد الأوروبي ليس هو البرلمان الأوروبي، بمعنى آخر أننا نخلق شرخا ما بين مختلف الفاعلين داخل الاتحاد الأوروبي. الدول التي توقع باسم الاتحاد الأوروبي يجب أن تأخذ على عاتقها أن يكون هناك تناسق وانسجام ما بين جميع فاعلي دول الاتحاد الأوروبي. لا يمكن الكيل بمكيالين، هذه سياسة خارجية، هناك مصالح اقتصادية، وكما نعلم أن المصالح الاقتصادية يمكن أن تتغير مع الوقت. أظن أنه الاتفاقيات الثنائية ستزيد حدتها. نقطة أخرى أود الإشارة إليها أستاذ، رغم أن التوصية غير ملزمة، لا ننسى أن البرلمان الأوروبي له كذلك دور، ما يسمى بعملية التأثير غير المباشر ما بين السلطة التنفيذية الدبلوماسية المؤسساتية، أي وزارة الخارجية، والفاعلين في الخارجية والمصادقة. لا ننسى أن البرلمان الأوروبي يصادق على الاتفاقيات، لا ننسى أن البرلمان الأوروبي يصادق على ما يتعلق بمنح منح ومساعدات، لا ننسى أن الاتحاد الأوروبي يحضر ميزانية هذه الدول. لكن هنا الوعي يجب أن نكون أن لا نسجل نقاط سلبية في سياستنا الخارجية.
أظن أن طيب المغرب طيب أعود إليك أرجوك دكتور عادل لكي تشرح لنا كيف يمكن أن نتجنب تسجيل نقاط سلبية كما تحدث. طيب أعود إليك الدكتور مرزوقي، أنت متخصص في القانون، ما الذي يعطي الحق للبرلمان الأوروبي لكي يصدر توصية ضد بلد آخر ليس في الاتحاد الأوروبي؟ هل اتفاقية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية تعطي هذا الحق؟ على ماذا يستند قانونا في التحدث هكذا عن المغرب؟ أولا طبعا مهمة أو الوظيفة الأساسية لأي هيئة تشريعية يعني لا تخرج عن ثلاث محاور: صوت على القانون، مراقبة عمل الحكومي أي التنفيذي، ثم تقييم السياسة العمومية. إلى جانب ذلك خارج الدولة يمكن القيام بالدبلوماسية البرلمانية، يعني عمليا أي مؤسسة تشريعية يعني عملها لا يخرج عن هذه المحاور الأربعة الكبرى. لذلك أنا بالنسبة إلي أول نقطة يعني كنت أطرحها هي طبيعة هذه التوصية، بمعنى أنه يمكن للبرلمان أن يصدر مثلا بين مزلفين توصياتهم وأعضاءه قصد اتخاذ موقف معين، أو مذكرة للسلطة التنفيذية الأوروبية قصد القيام بعمل معين. هذه تكون مفهومة لأنها عمل بين قوسين سأسمي عمل داخلي، ولكن عندما تتخذ يعني توصية أو قرارا أو موقفا تجاه دولة يعني ليست عضوة معك، هذا يتطلب فعلا أن نطرح السؤال. طبعا هناك تبريرات عديدة تقدم، لكن أعتقد يجب أن نتعامل معها كما قال الأستاذ بنوع من الحذر، وسأعطي بعض الأمثلة حتى لن نسقط يعني في واحد رد فعل الذي ربما يعني تكون نتائجه غير جيدة. أولا أن التعامل مع البرلمان الأوروبي يجب أن نميزه عن التعامل مع برلمانات الدول الأوروبية، لذلك تأثيرنا إذا لم نؤثر على البرلمان الأوروبي بشكل مباشر فينبغي أن تشتغل دبلوماسية مجلس النواب ومجلس المستشارين على صعيد برلمانات الدول، على صعيد حكومات هذه الدول، على صعيد السلطة التنفيذية في هذه الدول. ثانيا ينبغي أن نرسخ مع هذه الهيئات كلها بعض المبادئ التي نذكرهم بها. أنا مثلا عندما أتذكر في المقولة هم ليسوا قدوة لنا، يجب مثلا علينا نحن أيضا من جهتنا يعني أن لا نحاول أن نرد الصاع بصاع آخر غير مؤسس. مثلا الحديث عن مخالفات في القضاء في دول أوروبية، هذا لا يعني إذا كنا نريد أن نعطي مثال لاحترام استقلالية السلطة القضائية علينا نحن أيضا أن نبتعد عن التدخل في الاختصاصات السلطة القضائية الأخرى. مثلا سمعنا الكثير عن حركات أو وقائع تهم الفساد بعض البرلمانيين في الاتحاد الأوروبي، وروجنا لها حتى إعلاميا يعني، وفي الوقت الذي نطلب فيه من الآخرين أن يحترموا استقلالية قضائنا. لذلك أيضا بنفس المنطق يجب أن نعطي يعني إشارات تدل على ما قاله الإخوة قبل قليل على نضج يعني التحركات المغربية، لأنه بكل اختصار لدينا قضية وطنية واضحة، وبالتالي مختلف تدخلاتنا التشريعية والتنفيذية والقضائية، ورغم أن القضاء مستقل، ودبلوماسيتنا وسياستنا الخارجية كلها قائمة على هذا المبدأ. الآخرون الآن لديهم مصالح مع دول أخرى، دول تعادينا أو تخاصمنا وتنازعنا وتعرقل مسيرتنا، لذلك علينا أن ندعم بعض الجوانب التي تقوي الروابط، مثلا التداخلات والأنشطة ديال المجتمع المدني، ديال الأحزاب السياسية، ديال المنظمات النقابية، سواء على صعيد الاتحاد الأوروبي ككيان أو على صعيد الولايات. وهكذا نستطيع أن نبين على أن الأمر يتعلق
بضرورة احترام كل مؤسسات لصلاحيتها القانونية. وبالتالي هذه التوصية نعتقد بأنه لا محل لها في العلاقات، بالعكس ستزيد من توتر الأجواء ما بين مؤسسة الشرعية الوطنية وحتى السلطة القضائية الوطنية مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي. طيب ما هي القوى الدكتور عصام العروسي التي تؤثر فعلا اليوم داخل البرلمان الأوروبي وتدفعه لاتخاذ توصيات أو إصدار توصيات كهذه وإن كانت غير ملزمة؟ حقيقة يجب أن نفهم المشهد الحزبي والمشهد السياسي الأوروبي لكي نعرف حقيقة لماذا يتصرف البرلمان الأوروبي بهذه الرعونة. يعني أولا يجب أن نفهم أن البرلمان الأوروبي الآن ككتلة، هناك كتلة تقريبا من 115 نائبا تنتمي إلى أحزاب اليمين أو الأحزاب اليمينية المتشددة والمتطرفة التي يعني في نهاية المطاف كشفت عنها الانتخابات الأخيرة في كل من البولندا، المجر، السويد وإيطاليا وفرنسا بدرجة أقل يعني مع احتلال الجبهة الوطنية للمرتبة الثانية. إذن هذا العنصر عنصر أول يجب أن نفهم مواقف هذا اليمين من موضوع الهجرة، موضوع الشراكة مع الدول الأوروبية مع الدول الجنوب خاصة ودول المغاربية بشكل خاص، وهي بطبيعة الحال مواقف مختلفة مع المواقف الكلاسيكية لأحزاب اليمين واليسار الأوروبي. هذا عنصر أساسي يجب أن نستوعبه الآن، والبرلمان الأوروبي في ظل هذا يعني ما يسمى بالكراهة الآخر والكسينوفوبيا وحتى الإسلاموفوبيا، فنجد أن هذا الإحساس يتضاعف لدى البرلمانيين داخل المؤسسة التشريعية، وبالتالي فربما كل يعني المواقف المناوئة ضد خاصة ضد المغرب سوف يعني ترتفع في الآونة الأخيرة. النقطة الثانية وتتعلق بقوى متحكمة، وهنا نتحدث عن تركيبة المشرعين داخل الاتحاد أو داخل البرلمان الأوروبي، وحقيقة تشكل فرنسا وإيطاليا وألمانيا كتلة ناخبة كبيرة، ونحن نعلم حقيقة أن يعني المواقف الأخيرة لفرنسا ربما أيضا عدم يعني المضي قدما في اتجاه يعني أجرأت الحكم الذاتي، مواقف أيضا متعلقة بالهجرة ومتعلقة بالتأشيرات. اللقاء الأخير مع رئيس ماكرون مع رئيس الجزائري في الجزائر، وكذلك زيارة بن الشندريحة لباريس وصفقات الأسلحة، وأيضا ارتفاع منسوب التسلح والإنفاق العسكري الجزائري، كل هذه الأشياء يجب أن نربطها مع بعضها لنصل حقيقة إلى أن هناك من يقف خلف زعزعت مواقف المغرب وخاصة بالنسبة لقضية الصحراء وإثارة موضوع ما هو إلا فزاعة وما هو إلا شماعة يريد الاتحاد الأوروبي من خلالها النيل من المغرب موضوع حقوق الإنسان والحريات العامة، هو بطبيعة الحال حق يراد به باطل، وهذا الباطل هو مصالح الاتحاد الأوروبي التي لا يستطيع الوصول إليها عبر الأجهزة التنفيذية، يمررها عبر البرلمان الأوروبي الذي يجعله مرتعا لكل يعني لنيل وتحقيق المصالح. هنا بطبيعة الحال نشم رائحة الغاز في الموضوع، وهذا التقارب يحقق مصالح لأوروبا. طيب خاصة دكتور، واضح في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالي يعني البرلمان الأوروبي يحاول كسب حلفاء آخرين على حساب المغرب وعلى لتحقيق مصالحه الاقتصادية، وأظن أن هذه العوامل ربما هي تحت الطاولة لكنها حقيقة تستخدم أدوات رسمية، ولو أن التوصيات غير ملزمة لكن على كل حال تحدث بعض الأثر وبعض الضجة على يعني على المغرب، وبالتالي فأظن أن الاتحاد الأوروبي وهذه اللعبة في نهاية المطاف تنكشف، لأن تظهر مع الوقت ما من يكسب ومن وراء هذه اللعبة ومن يحارب.
أستاذ فرج، أعود لأسألك عن التحذيرات التي حذرت من أن الردود يجب أن لا تسجل نقاطا سلبية، لأن هذا البرلمان يصادق على الاتفاقيات وله التأثير الكبير على العلاقات البينية. كيف دكتور؟ بشكل بسيط يمكن استقراء التاريخ. قبل ظهور البرلمان الأوروبي كان هناك إشكال مع محكمة العدل الأوروبية، ماذا فعل المغرب؟ قام بتعليق علاقته في علاقته مع الاتحاد الأوروبي، لكن ظل هناك التعاون الثنائي ما بين الدول إلى حين أن اتخذت مفوضية الاتحاد الأوروبي تغيير مجموعة من النصوص القانونية، وحينما غيرت هذه النصوص القانونية أعادت واستفادت من جميع الاتفاقيات. أظن الآن أن القمة الأخيرة ما بين المغرب وإسبانيا تعطي رسالة واضحة، إذا كان هناك وضوح وشفافية في السياسة الخارجية للمغرب والتأكيد على الوحدة الترابية فنحن موجودون للتعاون، ويمكن مواجهة الملفات تعتبر شيئا ما ثقيلة اقتصاديا وثقيلة سياسيا. الآن على البرلمان، هدف السابق كانت هناك محكمة العدل الأوروبية، الآن البرلمان الأوروبي، كيف يمكن ضبط ردة الفعل المغربية؟ هي هناك نوع من التساوي أو التوازن ما بين توصية البرلمان الأوروبي وما بين المواقف التي تأخذها السلطة التشريعية المغربية، سواء من خلال اللجنة، من خلال البيان، أو من خلال اللجنة الموضوعية التي ستعيد قراءة مجموعة من الاتفاقيات. هذه ردة فعل مناسبة، لكن يجب أن نفهم أنه الآن يمكن اعتبار هذا التصرف بمثابة بالون اختبار، بمعنى آخر أنه يمكن أن تكون هناك مواقف أكثر حدة. والدليل على ذلك كيف يعقل أن البرلمان الأوروبي يستضيف شخصية تحرض على ارتكاب أفعال إجرامية ضد مدنيين؟ لماذا الاتحاد الأوروبي لا يتعرض إلى ملفات تعتبر هي ملفات حقوقية؟ البرلمان الأوروبي، لماذا البرلمان الأوروبي اعتمد تقرير منظمة العفو الدولية وهو يدرك جيدا أن رئيس هذه المنظمة مغربيا وله إشكاليات سياسية وقانونية في المغرب؟ إذن هنا ماذا يجب أن نفعل؟ يجب أولا تتمين وتأكيد أن من أخرج هذه التوصية من البرلمان الأوروبي يريد أن يزعج المغرب في علاقته مع الاتحاد الأوروبي. المغرب يجب عليه ويؤكد استمرار تعاونه مع الاتحاد الأوروبي، هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، المغرب يجب أن يستمر في انفتاحه على الاتحاد الإفريقي وعلى الدول الإفريقية. نقطة ثالثة، المغرب يجب أن يعمل على تثمين علاقته مع القوى الدولية، سواء مع روسيا، وأؤكد روسيا، كذلك الصين، كذلك الولايات المتحدة الأمريكية، الهند. رابعا، وهي نقطة أساسية، أن الدول التي حاولت توظيف البرلمان الأوروبي للمس بسمعة المغرب اقتصاديا وسياسيا يجب أن يتحمل الاتحاد الأوروبي مسؤوليته. البرلمان الأوروبي ليس مؤسسة خارج السياق، فعلا لا يمكن أن نلتمس عذرا أن البرلمان الأوروبي يوجد فيه مجموعة من الأحزاب السياسية المناوئة. بمعنى آخر أنه إن اعتمدنا هذه المقاربة وكأننا نمنح هدايا من طبق إلى كل من يريد أن يتفاوض سياسيا واقتصاديا مع المغرب، ويقول لك لا واسمح لي البرلمان الأوروبي اتخذ هذا القرار. إذن هنا يجب تحديد المسؤوليات، يجب تنويع محاور، وكذلك يجب التأكيد على أن مسألة الوحدة الترابية هي تهم كل مؤسسة مغربية وكل مغربي، وليس فقط المغاربة أو المؤسسات الوطنية، بل كذلك مغاربة العالم يمكن أن يلعبوا دورا فيما يتعلق بهذه المواقف داخل البرلمان الأوروبي. أعود إليك الدكتور بن يوسف، بقي دقيقتين من الزمن، كيف نصلح هذه المواقف؟ هل يجب أن نسعى إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات البينية؟ طبعا نسعى إلى هذا، مؤكد إلى فتح صفحة وصفحات جديدة، لكن على أسس واضحة وأساسا على أسس مبنية على الثقة، حسن الجوار والاحترام المتبادل. يعني سبق أن قلت في البداية على أن المساواة في السيادة ما بين الدول هذا مبدأ دولي
عدم تدخل الشؤون الداخلية إلا وفق قرارات أممية. هذه طبعا المغرب قدم من البراهين ما يكفي من حسن النية، بل أنه في قضيته الوطنية الرئيسية قدم مقترحا للمبادرة للحكم الذاتي، يعني لتسهيل عمل المجتمع. المغرب من الدول التي دسترت السلم والأمن الدوليين انطباقا منذ سنة 1962. إذن لكل قوى سواء على صعيد الدول، على صعيد الأحزاب السياسية، المنظمات النقابية، المجتمع والبرلمان الأوروبي، عليهم فقط أن ينطلقوا من العلاقات المتكافئة البعيدة على ذلك النغمة الاستعمارية أو ذلك الحنين إلى الاستعمار، لأن الأوروبيين أدركوا مؤخرا على أن اهتمامهم بعد سقوط يعني الكتلة الشرقية واهتمامهم بأوروبا الشرقية أنساهم مناطق أخرى من المغرب التي أصبح الآن مناطق من إفريقيا عفوا، والتي أصبح الآن المغرب يعني له مكانة بل هو البوابة. لذلك أعتقد أن ما حدث هو تشويش المقصود به تشتيت الرأي العام أو الرأي العام الوطني للاهتمام بقضايا ربما بالنسبة إلينا متجاوزة، لأنه لنا ثقة كاملة في سلطتنا القضائية المستقلة، ويبغي أن ينبغي أن ندعم هذا التوجه، وأن يكون مجلسي البرلمان عندنا أيضا في مستوى الحدث من خلال إعادة النظر كما قلت متنوعة الأبعاد. شكرا جزيلا لكم ضيوفي الكرام. الشكر موصول للدكتور بن يونس المرزوقي، للدكتور عصام العروسي، وللدكتور عادل فرج. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، نلتقي بخير بإذن الله.